هاو، انا مش مجرد ان انا بنقول كده، لا، انه هاو ازاي تتصرف ايوه والآلية والتحرك. فلازم الآلية، ما هو ما حدش يطلع فكرة بدون آلية الوصول لنتيجة لهذه الفكرة. وطرحنا الآليات وحطيناها في كل مكان، حتى لتطوير الأماكن الأثرية، حتى إن الأماكن المكان الأثري إزاي يكسب. يعني أنا قدمت مقترح إن ممكن في بعض الأماكن الأثرية وزارة الآثار تدخل نص مليار في خلال 5 سنين، نص مليار بناء على بتحسين المقترح الخدمة، ده. تحسين الخدمة للسائح، والسائح هيدفع في الخدمة المحسنة، ما هو صحيح. السائح عايز خدمة محسنة. فبناء عليه بنطرح هذه الأفكار وبنقدمها رسمي، ونتمنى إن شاء الله ترى النور، لأن في الأول وفي الآخر كلنا هدفنا في الآخر مصر. لأن لو السياحة اشتغلت واشتغلت بقوة وعملت هيبقى في دخل، توظيف. على الأقل هنسد الدين بتاع صندوق النقد الدولي. صحيح. ما أنت عندك إيه مورد دلوقتي؟ ما عندكش مورد غير السياحة. البترول احنا بنستورد، وطول السنة، مش موسم بعينه، يعني طول السنة تقدر تجيب فلوس من السياحة والسياحة ميزتها ان الدخل بتاعها بيخش في جيب المواطن وفي جيب مباشرة الدولة. وفي جيب الدولة. صحيح صحيح. طب إيه